خلينا واحنا بنتكلم على ده لا نستطيع على الإطلاق ان احنا نبتعد عن صورة كاملة شاملة، لان هناك تطورات ميدانية متلاحقة، وبالطبيعة الحال طبعا في ظل هذه الظروف فهي بين حزب الله والكيان الصهيوني في جنوب لبنان، وتم رفع عدد العمليات. معانا من لبنان وعبر زوم السيد علي يحيى الكاتب الصحفي المعروف ومستشار العلاقات الدولية. اهلا بيك سيد علي. سيد علي اهلا بيك. طيب على ما يبدو الاتصال يعني بعافيه، يعني وده مفهوم جدا، ما فيش اي مشكله خالص، وسوف نعود للاتصال مره تانية بسيد علي. زي ما كنت بقول لك، هي الصوره الاكثر شمولا هي انه بالتاكيد ان هناك مناوشات او ان هناك عمليات متبادله وعمليات متلاحقة ما بين حزب الله وما بين الكيان الصهيوني المحتل الأرض العربية. اللي احنا بنتكلم فيها سيدة هو نفسه اللي حذر منه فخامة الرئيس في بداية هذه الحرب إذا صح التعبير، أو بتعبير أراه أكثر دقة، في بداية هذا العدوان الصهيوني على فلسطين. اللي هو إيه؟ الرئيس حذر من البداية وقال إنه اللي بتقوم به إسرائيل سوف يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة، وسوف تتسع دوائر الصراع في المنطقة أكثر مما هي عليه. طيب أنا هزيدك من الشعر بيت. الكل كان يرى، ومن بينها الإدارة المصرية ومن بينها طبعا فخامة الرئيس، ما حدث قبل 7 أكتوبر. لازم نسأل السؤال، ما الذي أدى إلى 7 أكتوبر؟ ما الذي أدى إلى انطلاق أو نشوب أو انفجار، سميها زي ما تسميها، عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023؟ هو كل ما قام به هذا الكيان، وتحديدا في القدس وفي الضفة. معنا على تليفون سيد علي يحيى الكاتب الصحفي المعروف ومستشار العلاقات الدولية. أهلا بيك سيد علي. أهلا فيكم طبعا، تحياتي لكم وتحياتي للمشاهدين، وانا بتشكركم على هذه الاستضافه. احنا اللي بنشكرك جدا، ويمكن كنا محتاجين ان احنا يعني بطبيعه الحال هناك تطورات ميدانيه متلاحقه وسريعه ما بين حزب الله وما بين اسرائيل في الجنوب اللبناني. كيف ترى هذه التطورات والى ماذا سوف تؤدي؟ يعني يمكن لاحظنا نحن خلال الثلاث ايام او خلال اليومين الماضيين تصاعد طربي متعلق ب اقتحام معبر رفح، مما أدى إلى اشتعال الجبهة اللبنانية والارتقاء في مستوى العمليات كما ونوعا من قبل حزب الله، الذي رفع من مستوى عملياته اليوم لحد هلأ عنا حوالي 11 عملية نفذت في الجنوب اللبناني. بعض هذه العمليات كانت عمليات مركبة وأدت أيضا إلى خسائر لدى الجيش الإسرائيلي. وكما هو واضح أن المعادلة اليوم والتي يحاول حزب الله تثبيتها، أن أي ارتقاء وأي ارتفاع في مستوى الاشتباك في غزة وخصوصا بعد الدخول إلى رفح سيؤدي إلى الارتقاء في العمليات في الجبهة اللبنانية بالتوازي مع الارتقاء في مستوى الاشتباك في الإقليم بشكل عام، سواء بما أعلنه الحوثيون في صنعاء أنهم دخلوا في المرحلة الرابعة التي تعني الذهاب وبدء عمليات الاستهداف في البحر الأبيض المتوسط، أو ما بدأت أيضا بالفعل تنفيذه بعض المجموعات العراقية عبر الرفع النسبي لعدد العمليات اليومية التي تستهدف الداخل الفلسطيني. وهذا بيعني طبعا بطبيعة الحال أن هناك تنسيق بين هذه الجهات لرفع التكلفة على الجانب الإسرائيلي، بما أيضا لا يؤدي إلى ذهاب الأمور إلى مواجهة إقليمية شامعة. هذه الأطراف مجتمعة هي تحاول رفع مستوى تكلفة الدخول الإسرائيلي إلى رفح، لكن هي في نفس الوقت لا تريد الذهاب وإحراج إدارة بايدن التي هي تعمل أيضا من جهتها على الضغط الدبلوماسي والسياسي وحتى اللوجستي. اليوم بعد إعلان لود أوستن عن تجميد شحنات بعض شحنات السلاح إلى إسرائيل،
هي كانت شحنة، ويعني قد يصفها البعض بالمحدودة، قد يصفها البعض بأنها كانت شحنة هامة. لكن بعيدا عن التوصيف، يعني كيف يرى حزب الله أنه هذه أو هذا التصعيد يعني يرفع التكلفة فقط على جيش الاحتلال والخط قطع؟ خليني هطرح السؤال، حزب الله بيقوم بعمليات، هل هذا يرفع التكلفة على الجيش الإسرائيلي فقط وحسب، إنما يرفع أيضا التكلفة على حزب الله من جهة، بل ويرفع التكلفة على لبنان من جهة أخرى؟ كل الشكر أولا سيد علي الكاتب الصحفي ومستشار العلاقات الدولية. هو يرفع التكلفة أيضا على حزب الله، إحنا عارفين للأسف الشديد أن هذا الكيان المحتل استهدف كوادر لحزب الله في أكثر من مرة، وللأسف نجح في هذا الاستهداف. دي من ناحية. من ناحية تانية، دائم التهديد للبنان وبيهدد باقتحام الجنوب أو اجتياح الجنوب في حال من الأحوال، وبالتالي هي تكلفة مرتفعة على لبنان وعلى حزب الله من جهة أخرى أو بشكل خاص. طيب